جانب الامتحان المركزي، اولا طبعا تم وضع النسب على كل فصل دراسي بناء على وزن الفصل الدراسي والمخرجات التعليميه الموجوده في كل فصل دراسي، بالاضافه للحلقه الثانيه اللي هم الطلاب من الصف الخامس الى الثامن. تم استبدال امتحان نهايه الفصل الدراسي الثاني فقط بمشروع يقيس مهاره الطالب والمعرفة المكتسبة خلال هذا الفصل الدراسي، هذا بهدف تنويع آليات قياس مستوى الطلاب ومخرجات التعليمية لتكون عملية التعليم وقياس مخرجات التعليم متكاملة وتخدم مش فقط مدى فهم الطالب للمادة، ولكن أيضا تقيس المهارات من مهارات التفكير، العمل الجماعي، المهارات الأخرى المهمة جدا خاصة في هذه الفئة العمرية. نحن اليوم في التدريب المهني للطالب نركز طبعا على المادة اللي يدرسها المعلم، ونركز أيضا على المهارات الأساسية اللي المفروض تكون عند المعلم، ولكن اليوم عشان أنا أنجح هذه المبادرة من طالب إلى قائد لازم المعلم عندي يكون قائد، فلذلك ترسيخ روح القائد والقدوة في هذا المعلم أثناء التدريب هذه من ضمن أولوياتنا اليوم في العملية التدريبية لأجل إثراء هذا المشروع وإن شاء الله نجاحه في العام الأكاديمي الجاي إن شاء الله. مثل ما أشرنا في المؤتمر الصحفي، مثل استعداداتنا للعام الدراسي تم طباعة 10 مليون نسخة كتاب للعام هذا الدراسي يعني لبداية العام وتوزيعها على الطلبة، بالإضافة إلى من استراتيجيتنا في وزارة التربية والتعليم هو التحول الرقمي، لذلك تم تحويل من مصادر التعلم 3,700,000 نسخة كتابية إلى نسخة رقمية.